خاصي بالزمول المحليات الأصايل هنا بشعارات أبناء القبائل. هذا اليوم المميز الذي نتابع من هذا السن وظهوره الأول على أرضية هذا الميدان في بداية هذا الموسم، نتابع معكم سويا ونسير مع المراكز العشرة الأولى، نتابع صدارة والمقدمة والمركز الأول. مشوش راشد بن سيف بن محمد بن عفرة المطيوعي من يأتينا على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مياس السهيل بن سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث أرسلان أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع. وصل الحذر حمد بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري بن رشيد يأتينا من الجانب الآخر مع المارد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من ينطلق بالمارد هنا في هذا الانطلاق، بينما سادس المراكز والقادم هنا عقاب للسيد علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري من يأتينا على المركز السادس وسابع مراكزنا. المركز السابع في هذا الانطلاق والأداء الجميل يأتينا المختبر محمد بن علي بن راشد اللي اقتبي من ينطلق على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن من الجانب الآخر يأتي سلهود سالم بن راشد بن حمد الوهيبي مع سلهود هذا الانطلاق وبهذا الأداء شاهين خليفة بن ضبيب سليمان الشامسي تاسعا وعلى المركز العاشر. المركز العاشر والقادم هناك مشغل عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم بهذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا أرسلان من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة، انطلق بمقدمة هذا الشوط، بدأ يندفع بصدارة، بدأ يندفع بهذا الأداء الجميل. أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة لاجتبي من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني، المركز الثاني المارد هنا يأتينا خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من ينطلق بالمارد على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا يأتي مياس السهيل بن سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي يقدم لنا مياس على المركز الثالث والمركز الرابع. مشوش راشد بن سيف بن محمد بن عفرة المطيوعي من يأتينا على المركز هنا الرابع وخامس مراكزنا. هناك بن زيتون مع أيضا هذا الأداء والحذر حمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، ويأتي سلهود سالم بن راشد بن حمد الوهيبي بانطلاقته وتحدياته سادسا، بينما المركز السابع شاهين خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي من يأتينا هنا على المركز الثامن وتاسع المراكز. المركز التاسع والقادم بهذا الأداء المميز الجميل هنا والتحديات شعار بن غبشي من ينطلق هنا مع عز هذا الأداء الغبشي بن السيل بن غبشي الشريفي، والقادم مشغل مشغل عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي من ينطلق وينطلق هنا تاسعا وعاشر المراكز. عقاب علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري، هذه هي النتيجة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة. بقول سلام زعبيل، سلام سلام زعبيل، سلام.
سلام من هذه اللحظات، هذا الأداء المميز مع أرسلان المنطلق بالصدارة، المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول، بعد بينه وبين بقية المشاركين، يغرد وحيدا خارج السرب هنا بأداء مميز وعرض جميل. أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من يقدم لنا أرسلان على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدورة هذا الشوط ما شاء الله بانفراد رائع، بانفراد جميل، بتحدي مميز مع شعار المتحدي هنا على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني أرى هنا الانطلاق من الحذر، الحذر وتحذروا من الحذر، هنا من يأتينا مع الكيلو متر الأخير، الحذر الحذر هنا حمد بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث سلهود سالم بن راشد بن حمد الوهيبي من يأتينا على المركز الثالث ثلاثية، ولكن هنا هنا أرسلان على الصدارة، أرسلان على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، أرسلان من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي، أرسلان أرسلان. هنا أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني سلهود يأتي على المركز الثاني، سالم بن راشد بن حمد لوهيبي من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث، الحذر هنا هنا على المركز الثالث، حمد بن عوض بن زيتون المهيري من يأتينا على المركز الثالث. الله اللحظات الأخيرة هنا بهذا الأداء، بدأ التغيير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، أهلي منازف أهلي منازف من غيره من الجانب الآخر مع الحذر 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الحذر هنا حمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري. شكرا يا ابو حمد، شكرا يا ابو حمد، مطوعنا على هذا الاداء المميز الجميل، تهانينا والناموس. حمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، السلام منازف سلام. المركز الثاني سلهود سالم بن راهل بن حمد لهي، بالمركز الثالث ارسلان احمد بن سالم بن سعيد بن منانه، المركز الرابع مشغل عبد الله بن احمد بن عود الرميسي، والمركز الخامس شاهين خليفه بن ضبيب بن سليمان الشامسي من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل بتحديات هذا الصباح المميز. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني. نتابع هنا 8:04 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل هنا أيضا مع انطلاقة وتحديات الحذر هنا بانطلاقة حمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، ويأتي سلهود على المركز الثاني ب8:04 جزئين من الثانية. تهانينا وناموس سالم بن راشد بن حمد اللوهيبي. المركز الثالث ارسلان هنا ب8:06 سبعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس هنا على هذا الأداء المميز وانطلاقة أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة، تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير.